دكتور جواد صباح الخير. صباح النور. يعني بنعرف انه الحكي بتنوجد عند الانسان بكثير حالات، ولكن اسبابها بتكون اوقات مخبيه وخطره، اوقات تكون اسبابها واضحه لانه بتكون امراض جلديه واضحه على البشره منطفره الى اخره الى اخره. خلينا نحكي، هي بتنقسم لقسمين، حكي مع علامات جلديه وحكي بلا علامات جلديه. اول نوع من هي الحكي مع العلامات الجلديه، عن شو بنحكي؟ عن اي امراض يعني. مزبوط، مثل ما حضرتك قلت، اول ما يجي المريض عنده حكي اول شيء بنطلع اذا في شيء على جلده ام ما في شيء. ام ما في، اذا ما في بكون شيء داخلي اكثر. هلا بنرجع نحكي. هلا يلي على الجلده اللي معقول يسبب حكي بالجلده، امراض جلديه، اكثر شيء اول شيء من بدنا نشيل انه نتاكد انه مش هو الجرب. نعم، لأنه هو الجرب بيعمل حكة بكل الجسم، أكتر شيء بين أصابع الإيدين، على الكوع، على هون على المفاصل، تحت الباط، يعني بطية الجسم أكتر، وبيكون بيعدل لأنه هو عدوى، يعني هو نوع هي بيقولوا لها سكيبيز، حشرة. هي حشرة. لها الصورة من شو هلا الصور لبعدين. نعم، هي نوع حشر، إنه سكيبيز بيقولوا لها، بتعيش بقلب الجلدة. نعم، وهي اللي بتعمل الحكي، مثل ردة فعل الجسم عليها هو اللي بيعمل حكي. نعم، هي بتنلقط باللمس، يعني يا لمس مع حدا مصاب يا بتشارك الأغراض مع حدا مصاب. هي شو هي يعني؟ وسخ يعني، وقت يكون الواحد مش نضيف على حاله ولا؟ لا، هي عدوى أكتر. هي يعني ما خص أول حدا لقطها من ورا شو؟ ما بنعرف. لا يعني هي بعدها عم تنتقل من شخص لشخص لشخص يعني. مزبوط. أوكي، هلا بتعمل على الجلد حبوب صغيره. نعم، واكثر شيء بنشوفه علامات الحك، يعني بتكونوا التجريح بتعمل حبوب وهيك مثل خطوط صغار. نعم، هلا هيدا علاجها بيكون باول شيء بنجرب فيه كريمات ام لوشن ام كريمات بحطون يعني من عشيه للصبح. نعم، بس اهم شيء انه يتعالجوا كل افراد العائله الموجودين بفرد بيت، يعني كل اللي عندهم. نعم، اتصال مع بعضهم، لانه حتى في منهم بيكونوا بيعدوا بعد ما بلشوا عوارض. نعم، اذا عالجنا شخص ما عالجنا الباقي بيرجعوا بيعدوا بعضهم. طيب وشو في غير اللوشن قلتي اول شيء؟ هلا اذا ما مش الحال في بعدين فينا ناخذ حبوب حتى نعالجه. الحبوب اللي هي شو اللي بياخذوها كانوا هي الايفرماكتن اللي درجه كورونا. ليش عطوها فتره الكورونا؟ هلا بينت في كم شخص بلشوا يستعملوها، بين انه عم بتحسن الكورونا، بعدين في دراسات، يعني بعدين صار في دراسات متناقضه عليها على الكورونا. نعم، طيب لكن هيدا اول شيء جرب في الجلد الجاف والاكزيما. مزبوط، اكثر سبب حكي بنشوفه بالكلينيك اكثر شيء هو الجلد المنشف. نعم، يعني يلي ما انه مرتب مزبوط، خصوصا عند كمان الكبار بالعمر. اول شيء يعني بيجوا عم بحكوا بنطلع بنلاقي كل جسمهم منشف ما عم بيرطبوا، هيدا منتجنبه انه ترتيب على طول. احسن شيء الترتيب بعد الحمام. نعم، يكون الجسم بعده شوي رطب، ما نستعمل مي كتير سخنه، تكون مي فاتره، لانه المي السخنه بتنشف الجلد زياده حتى بالشتويه. حتى بالشتاء تكون مي فاتره. نعم، ويكون الكريم سميك. في كتير بيجوا ما انا بحط بيبي اويل، البيبي اويل والزيوت اقل شيء بترطب. ايوه، كل ما كان الكريم اسمك كل ما ترطب بدهن اكثر يعني افضل. هيدا الحكي بعلاجه انه بس ترتيب، ما ترتيب بتكون راحت. هلا الاكزيما اذا شفنا بنشوف اول صوره. نعم، الاكزيما غير النشف بتكون متقدمه اكثر، بيكون في احمر، في قشره مثل هيك مثل ما عم نشوف، بيكون في حكي كثير. نعم، هيدا علاجه بصير بكريمات كورتيزون وزياده عن مرطبات. ايوه، هيدي الصوره اللي هي الاكزيما اللي بتسبب كمان. طيب الحكي، طيب عندي سؤال، بيقولوا لازم نحط البادي لوشن اذا في عنا نشيف على الجلد دغري قبل ما ننشف بالمنشفه بعد المي دغري، لانه بيمتصوا الجلد، صح او غلط؟ مش هو دغري بعد الحمام. نعم، بس يتنشف هيك تلقيت بالمنشفه، يعني ترك الجسم شوي رطب ويرجع. نعم، ينحط. مش هو مي مي. مش هو مي مي. لا، ليه؟ اول شيء ما رح يمتص الكريم مزبوط الجلد اذا الجسم كتير مي. نعم، وانه بدنا نرجع ما فينا نكمل نهارنا مي. انا بدنا وقت بصير حتى. اوكي، فاذا في فطريات كمان بالجسم ممكن تسبب حكي اللي هي الشامبينيون. الفطريات اذا بنشوف ثاني صوره. نعم، تبقى بقى مدوره، اوقات الطرف تبعها بيكون اعلى من الوسط مع قشره كثير، هيدا كمان عدوى، يعني هي فطريات بتنعدى باللمس. فيروس يعني؟ هي شامبينيون. نعم، هي نوع الأورجانيزم يكون شامبينيون، كمان بتنعدى باللمس. نعم، كمان هيدا مش بس من شخص لشخص أم من غرض لغرض، من الحيوانات كمان، يعني بيكون عنده بسينات كلاب بالبيت معقول يكون عندهم. أوه، كمان بتعدى.
وهذا بتعدل الزيت يعني ببلشوا بوحدة بيصير عندهم كذا وحدة وبيحكوا كتير إجمالا. هذا علاجها كريم فطريات أم إذا كتير تطورت الحالة حبوب مضاد فطريات؟ مضاد فطريات ما في كورتيزون بيكون لا هذا بالعكس هذا الكورتيزون بيزيده مش بيعالجه. آه الكورتيزون بيزيده. في الشرى؟ الشرى أم الحساسية؟ ارتكاريا؟ ارتكاريا أم ارتكار. نعم. إذا منشوف ثالث صورة هو بتبقى بيقولوا لها حساسية أم فوشة الكبد عنه. نعم. بتجا بقى حمر. هلا سببها هي؟ هلا بهيدا 50% من الوقت ما منلاقي سبب. أيوة. بس مش على طول لها اتصال بالكبد. يعني نعم. كتير كتير قليل للوقت تكون لها علاقة بالكبد. نعم. هي 50% ما منلاقي سبب. أوقات فيها تكون عشي دواء أخذناه عشي كريم استعملناه شيء يعني حيلا شيء حوالينا جديد معقول يسبب حساسية أم يكون ثائبت أنه أنا حساسية عليه بيعمل هيك. أيوة. هلأ إذا بتطول أكتر من 6 أسابيع ساعتها بنعمل فحوصات للكبد بنعمل فحوصات للكلى للغدة لأنه معقول يعملوها. هيدا بتعمل حكة كتير. نعم. كمان في عالم عندهم إياها بطريقة خفيفة في عالم على الحكة أما يعني على الضغط الحكة الزيادة بيصير على الضغط يعني أكتر شيء هذا بتبين عند العالم يلي شو ما إجع كبس شوي بيحمروا محلهم. نعم. إذا حكوا شوي بيحمروا محلهم هذا نوع من هذا الحساسية يعني كل ما نحك كل ما بيصير الحكة زيادة. هذا علاجتها دواء حساسية يعني أنتي استامين إجمالهم. نعم. ليش دواء الحساسية دائما بناعس؟ هلا في الجنراسيونات القديمة بنعصوا في أشياء جديدة ما بنعصوا. جينيريك جديد ما بنعصوا. هن لأنه الريسبتور اللي بيشتغلوا عليه بالجسم معقول ينعس بس هلا نعم. حسب عشو بيشتغل. هيدا بالنسبة للحكة الظاهرة طبعا بعد في قصص تانية يعني بس هودا يعني أكثر شيء منتشرين وقت ما يكون في حكة في حكة وما في أمور ظاهرة هون في خطر أكبر لأنه يعني فتنا على الكلاوي وفتنا على الكبد. فتنا عشي داخلي. نعم. الجسم. نعم. هلا لما يكون في حكة بكل الجسم اجمالا ما عندنا سبب جلدي له وصار له وقت حتى ساعتها نفوت باول شيء بدنا نسال انه شو في شيء مغير عند شو في عوارض عند المريض اذا في شيء ادويه جديده في شيء ادويه مغيره لانه في كثير ادويه هي ما قلت تكون عم بتسبب الحكة مثل الانتيبيوتيك اوقات ادويه بعد ادويه الضغط ادويه الكوليسترول اوقات الادويه اللي بياخذوها للوجع العالم ادويه الكوليسترول بتسبب هالشيء اوقات انا يعني مش عند الكل عند العالم اوقات الادويه اللي العالم بياخذوها للوجع كمان معقوله تسبب حكه خصوصا الادويه اللي بتنوم يلي مثل الترامال وغيرهم يعني اوكي أول شيء إذا ما عنا سبب بهولة ساعتها بنعمل فحوصات لأنه لا. الأمراض الداخلية المعقول تسبب حكة بكل الجسم هن أمراض الكبد نعم إذا عنا مرض بالكبد بس المرض المزمن نعم يلي مش مزمن بيكون هو المرارة يعني أوقات بيترافقوا قصص ظاهرة وقصص بالكبد مزبوط. لازم إذا شفنا قصص ظاهرة كمان نفحص الكبد حتى لأنه حتى الأدوية أوقات بتعمل بقع حمر على كل الجسم مع حكة هلا القصص الزهرة اللي لها علاقة بالكبد لما تطول فترة طويلة ما عم لاقي سبب لها ساعتها بنعمل بعد عندي دقيقة بس بدنا نقول بشكل سريع بعد في أمراض الغدة أمراض الغدة والسكري لأنه السكري بيأثر على العصب أمراض الكلى المزمنة كمان نعم. هلا بعض الأمراض السرطانية أمراض السرطانية أوقات في مرض أوقات بيكون الكريات الحمر زايدين ما إنه سرطان بس بيكونوا العالم عنده كريات حمر زايدين نعم. هذا كمان عند المدخنين كمان بيكونوا زايدين نعم. هذا الحكة بتكون أكتر شيء بعد الحمام بمي سخنة يعني بيكون معقول نعم. وأمراض السرطان مثل الليمفوما معقول تعمل كمان نعم. في كمان عنا السبب نفسي بيكون أوقات إذا الشخص OCD مثلا مش OCD أوقات إذا بس هيدا منقول إنه نفسه لما نعمل كل الفحوصات وما يبين شيء نعم. أوقات التوتر الزايد أوقات في OCD يعني أوقات حالات نفسية معقول تعمل حكة بالجسم فساعتها بس بدنا نقول أنه ما في شيء أبدا ولا بالجلد ولا بالفحوصات حتى نوصل لأنه نقول أنه دكتور جويل ثانك يو الموضوع حلو كتير بتمنى أنه نشوفك السبت الجاي بموضوع جديد